السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على قناتي وقناتكم طبخ صحي مع رجاء. اليوم بغيت نشارككم ورق العنب محشي، لأن الكثير من المغاربة ما تعرفوش يديروه. دي أكلة تقريبا نقولوا شرقية. عندنا المقادير قدامكم، كاين الأرز، كاين القزبر والبقدونس والشبت. والشبت ممكن نعوضوه في المغرب بالبسباس، كيعطيه لذة رائعة. يعني المحشي بدون بسباس أو الشبت راه ما عنده حتى معنى. كاين الطماطم مبشورة، عندنا كذلك ملعقة ديال صلصة الطماطم وديال الفلفلة، معجون الفلفلة الحلوة. عندنا البصل المفروم، عندنا الفلفل الحراق المفروم. يعني المقادير مكتوبة وواضحة. عندنا دبس الرمان اللي لازم يكون في المحشي، كذلك التمر الهندي اللي كيعطيها واحد التعليكة رائعة بعد ما كتطيب. كاين هنا الناشف، كاين هنا تشكيله ديال التوابل اللي فيها الكركم، الفلفل الاسود، والقرفه، والملح، والزنجبيل، والقزبره الناشفه، يعني قزبر ناشف. من بعد عندنا البهارات المختلطه، هي كتزيد من الذا. وعندنا ورق العنب بطبيعه الحال، هذا غير معلب لان ما كاينش طري، فاضطريت ندير له المدافي وخليت واحد 3 دقائق هكذاك فوق النار، ومن بعد باش يستخلص داك الاملاح ديالو. والما تبقى خليته هذاك باش نفرش به في الحله باش ما تلصقش، لان ما كنحبش ندير البطاطا انا تحت المحشي، كنبغي داك الفليفر ديال الورق العنب المذاق هذاك، نستمتع باللذة ديالو. بون هنا كنخلطوا يعني الحشو اللي هو عباره عن رز، ويستحسن ما نديروش البصماتي، يكون الرز اللي ما يكونش طويل. من بعد كنزيدوا المكونات، زيدوا بالطريقه اللي تحبوا، يعني بالطريقه عشوائيه، طالما انتم حضرتوا كل المكونات من قبل وتكون قدامكم، يعني اي بديتوا بها ماشي، اي مكون بديتوا به ماشي مشكله. طماطم، ومن بعد ما خلطتهم انا ما نقدرش نقول لكم ونوصف لكم حتى تجربوها بنفسكم. الرائحه كانها كتطبخ، رائحه رائعه، يعني داك كتشم ريحه البصله مع القرفه مع الدبس الرمان، كيعطي واحد الرائحه، ومع الحامض يا سلام يا سلام يا سلام. بون انا كنكملو، درنا الدبس الرمان كما كتشوفوا هنا في هذه الاثناء، راه ما كانتش ريحه حتى كتمزج كل شيء، باش ما نكونش يعني واحد المبالغه، باش ملي تجربوها هتلقاو داكشي كما وصفته لكم وكما قلت لكم. يعني لما كتمزج هذا الخليط او هذه الحشوه، صدقا ان لو ما كان غوز ماشي ني ممكن تاكلها، لان كتبدا ديك الريحه كتكون كتشهي غزاله. بون كنخلطوا في الاول هكذا يعني تيتمجدوا، من بعد كتكمل بيديك باش يعني تخلط مزيان، يعني باش الحشوات تخلط بطريقه سليمه، يعني باش كل يكون متوازنه لما نبداو نحشيو المحشي. كما شفتوا انا باش ما نطولش عليكم، وجدت الحله، درت فيها الورق العنب اللي كان ما مرتبش مزيان او اللي ما يصلح ليش، درت عليه البصله. انا كتعجبني البصله نديرها اما هكا اما بشاتة هي، او نديرها في عشوائيه باش تعطيني ديك الميها، باش ما كثرش الماء باش يبقى اللذه. وطبعا الفول، يعني لان كنفضل انا الفول على البطاطا. بون دابا غادي نبقاو يعني نلفو ورق العنب او نحشيو ورق العنب. داك كتكون واحد ديك الطريفه الغليظه يستحسن تزولها، لان كتبقى تخلي الوريقات يتحلو يتفتحوا. انا ما غادي ندعيش بانني انا يعني شاطره او يعني من ورق العنب، ولكن لان كنحماق على حاجه سميتها ورق العنب او المحاشي كلها، فكنجتهد. ولكن هاد الحشوه اللي كنديرها بطريقتي كتعجبني، وفعلا كتجي لذيذه 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 لذيذه. والحشوه هذه ممكن يعني ديرها في حاجات اخرى، تحشي بها البدنجال، تحشي بها الفلفل، اي خضار تبغي، البصل، الطماطم. ها انتما كيما كتشوفوا درت معكم وحيده، او غادي ندير لكم نزيد واحده اخرى باش تشوفوا كيفاش كنلفوا الورق العنب، يعني بحال هكذايا، وتستفوا بالطريقه اللي تريحكم واللي كتعجبكم باش انكم تقدموه من بعد في الحله. ولكن ملي ديروه في الحله ضروري انكم تحطوا يعني متلاصقين، ما تخليوش المسافه ما بين الحبه والاخرى، لازم يكونوا لاصقين في بعضياتهم باش ملي كيطيبوا يعني كيطيبوا كاملين، وحتى الحشوه ما تكتروش من الارز. ما تنساوش ان راه باقي ني وعاد يطيب، ملي كيطيب كيتنفخ، ف
فما تكتروش باش ما يخرجش من الورق وما يبقاش يعني لا الشكل ديالو ما يبقاش مزيون وهيتكون الحله في الحله ما يبقاش عاطي الشكل مزيون. فكذلك بحال هكذايا كيبقى غير بشويه بشويه بلطف. هانتوما يا سلام يا سلام، انا كليت منه بصراحه، ولكن حد كنشوفه وباقي كنتشاهد. هو الشكل النهائي كما شفتوه، انا كنت رافقته مع الطنجيه المراكشيه، درتها غير في